شخص يوكل امه لازم يسد خشمها. زين. من انطاها الاكل؟ نعم. غصت بس هي سرطان هنا بالركبه. زين. وماتت. معثوم هذا الشخص الولد معثوم او لا؟ يعني هي عندها حاله مرضيه هنا. نعم. سرطان تقول بالحنجره او بالرقبه. نعم. كون يسد الخشم ويوكلها. نعم. غصت. نعم. مأثوم. نعم. له اول قضيه مأثوم لو ما مأثوم عندنا شرطين. نعم. اذا لم يتعمد ولم يستند موت الام الى هذا الفعل. نعم. اذا ما استند، ما قالوا الاطباء ان موتها بسبب ان غصت بهاي اللقمه بهاي الطريقه اللي قاعد يسويها. نعم. إذا ما استند موته إلى هذه الطريقة فهو غير مأثوم، لم يتعمد ولم يستند موته إلى هذه الطريقة فهو غير مأثوم، والديكم الرحمة. أما لو استند الموت المن إلى هاي الطريقة، بسبب هاي الطريقة دي يسد خشمها دي يوكلها ها وغصت باللقمة وماتت. نعم. إذا استند هو أخو حتما مو متعمد وحالته الصحية تقتضي، لكن استند موتها إلى هذا الفعل. نعم. على عاقلته. نعم. مو علي، على عاقلته أن يدفعون دية. إن من يدفعون إلى ورثة هاي المرأة الماتت دون هو باعتبار ابنها، ابنها ما يأكل من الدية لكن يأكل من بقية تركة هذه المرأة. نعم. ويحرم من الميراث. واضح؟ نعم واضح.